حسن مقضيها معلم وسايبنا نضرب اخماس في اسداس. لا انا قلقان عليه بجد، حاسس انه متورط في حاجه. سادة يا جورج، اول مره يطلب مني يبيع نصيبه في حته ارض الشريك فيها معايا. حسن هيبيع حاجه من عنده؟ مش المفروض كنا قعدنا في المستشفى شويه لحد ما هو يجي؟ المفروض، بس صلاح هناك، وبعدين الراجل في العنايه المركزه ومانعين الزيارات دلوقتي. مؤاخذه يا باشا، في حد عمال بيتصل بحضرتك وانت مش بترد، فاتصل بيا وبلغني بحاجه. حاجه ايه؟ ما تقول يا شكري. ايوه بس يعني ايه ده؟ هو انت مش عايز تتكلم يا شكري عشان انا قاعد صح؟ العفو يا باشا، بس انت عارف انا حافظ اسرار، انما لو الباشا امر اتكلم. بتتكلم يا شكري؟ ريتا جايه مصر. الله، وكلمتك امتى بقى؟ لسه من شويه. هوبا يا معلم، دي الحته الاجنبي صح؟ بتلعب في البراني وناسي الجواني. براني ايه بس؟ بيقول لك جايه مصر. يا سيدي عيش لك يومين. يا عم ما هي اللي بوظت علاقتي باماني، ومن ساعتها سايق عليا العوض. اماني مين يا جدع اللي انت ماسك فيها دي؟ يا جدع يا عاشور، العب في المستورد وانسى المحلي. وبعدين يا باشا مش جايز وجودها هو اللي يعدلها. لا يفل الحديد الا الحديد. وبعدين بقى ما كنتش عامل حسابي في الحكاية دي خالص. امشي يا شكري. تلعب من ورانا انت شاي يا عاشور، ها؟ يا حبيبتي اهدي بقى، ما الدكتور قال لك الحمد لله ان هو بيتحسن وطمنك. اهدي بقى عشان خاطري. يا سارة، القبيطة طلع حاجة مهمة قوي واحنا مش حاسين. انت عارفة اول ما كلموني وقالوا لي الخبر، فضلت اجري 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 بالعربية، حسيت الطريق طويل قوي. اول ما وصلت المستشفى وافرح بأكرة الباب، بصيت لقيت بابا نايم ما بيتحركش. أول مرة أشوف بابا ما يبصش في عيني ويقول لي إيه الحلاوة دي يا كمال، وحشتيني يا حبيبة أبوكي. حسيت الأوضة فاضية ما فيهاش حيطان، ما فيهاش حاجة خالص، الدنيا واسعة كبيرة وأنا لوحدي. قربت أمسك إيده، لقيت نفسي كبرت، قلت بابا كبر كمان. رجعت بقى شريط حياتي والذكريات، افتكرت لما كان بيوديني المدرسة، لما كان بيلعب لي في شعري. عرفي يا سارة، بابا كان بيعمل لي كل يوم قبل ما أنام